حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى، الصحة النيابية بشأن دلتا المتحور وحده التطعيم من يقف بوجه الفيروس. في شفق نيوز، الثقافة تنعى شيخ المؤرخين العراقيين عماد عبد السلام رؤوف. في يقين نت، القمة الثلاثية ضرورة تعزيز نقل النفط العراقي إلى مصر عبر الأردن. في الزمان، نقابة المحامين تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين. وفي عربي 21، انتهاء مهلة الاحتلال لتنفيذ مجزرة في منازل سلوان بالقدس. في القدس العربي، ليبيا اشتباكات دامية في مدينة بنغازي تتسبب بسقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى. تلغراف عنونات، في منطقة الساحل ماكرون يغادر أفغانستان، فرنسا فاتحا المجال لروسيا والصين. في غضون الأشهر الماضية من العام الحالي 2021، سجلت مفوضية حقوق الإنسان 51 حالة انتحار في محافظتي ديالى والتأمين فقط، وتعد الظروف الاقتصادية والمشكلات العائلية من الأسباب المشتركة لهذه الحالات على وفق مسؤولين في المفوضية. وهذا ما جاء في تقرير لصحيفة المدى يرصد حالات انتحار في ديالى وكركوك. هناك حالات انتحار لا تسجل بهذه الصفة خشية عوائل المنتحرين من الوصمة الاجتماعية. ويكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي أن إجمالي حوادث الانتحار التي سجلت في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 16 حالة توزعت مناصفة بين رجال ونساء. وأوضح أن أعمار المنتحرين تراوحت بين 15 و75 سنة، مبين أن الأوضاع الاقتصادية والمشاكل العائلية والضغوط النفسية هي أسباب رئيسية لهذه الحالات. وتابع أن 7 من حالات الانتحار هذه كانت بأسلوب الشنق، و5 بطلق ناري، و3 بالحرق. المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعنف الأسري إضافة إلى الحالات المرضية مثل الاكتئاب وغيرها تدفع لهكذا حالات. وتلجأ مفوضية حقوق الإنسان إلى الإرشاد والتوعية للتقليل من حالات الانتحار. ويدفع تفشي فيروس كورونا والظروف المرتبطة به مثل الإغلاق وحظر التجوال، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وتأثيره على الأسعار العامة في الأسواق، نحو انتشار حالات الانتحار، كما يقول المختص في الشؤون الاجتماعية الدكتور عباس خلدون. ويرى خلدون أن الحلول لهذه الظاهرة يجب أن تكون مشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. إذن تردي الواقع الاقتصادي وفقدان كثير من النساء عملهن بسبب جائحة كورونا كان له دور في ازدياد معدلات الانتحار في كركوك. نحتاج إلى رعاية أممية وإلى دعم حكومي حقيقي للحد من ظاهرة الانتحار بين النساء، كما تقول رئيسة جامعة الأمل لحقوق المرأة، وهي تطالب بإيجاد فرص عمل نسائية في مشروعات صغيرة ومتوسطة ترعاها الحكومة. هناك تصميم لشبكة النقل في المنظومات الكهربائية على وفق العديد من الاحتمالات التشغيلية المتوقعة، ومنها خروج خطوط النقل المحملة بالطاقة والعاملة في الشبكة عن العمل لأسباب كثيرة، لعل في مقدمتها سقوط الأبراج التي تحملها بفعل طارئ، وذلك لتعرضها لظروف جوية قاسية تتمكن منها بفعل التقادم أو بسبب فقدانها بعضا من قطع الحديد الساندة لقواعدها. وتعد الأعمال التخريبية المقصودة التي تستهدف عمل هذه الخطوط سببا مباشرا في توقفها. حول الفساد إذن في وزارة الكهرباء كتب سحبان فيصل محجوب. ليس غريبا أن تسخر مثل هذه الحوادث لتكون إحدى المسوغات الزائفة
لإيهام المواطن بحجج واهية مبتكرة لضمان الهروب الآمن من قفص الاتهام الذي يوضع فيه القائمون على خدمة الكهرباء المتردية عند حلول كل صيف وعلى مدار سنوات متعاقبة، حيث يعاني المواطن فيه تبعات قاسية شتى نتيجة لغياب الطاقة الكهربائية في أكثر أيام السنة سخونة عندما تتعدى درجة الحرارة فيها نصف درجة الغليان المئوية. ولا نذهب بعيدا عندما يقودنا الاعتقاد إلى أن مثل هذه الحالات قد تكون من الحوادث المفتعلة فالعرض الهزيل لها، وتكرار حدوثها صيفا عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وفشل المنظومة الوطنية في تغطية الارتفاع الكبير في مستوى الاحتمال، ما يدعونا إلى هذا الاحتمال الذي يهدف إلى تغييب الحقائق عن المواطن وتسويقه ضمن حزمة التسويغات الغزيرة والمختلفة لأبعاد من كان سببا في سوء الأداء عن دوائر الاتهام والحساب. وتتوالى أخبار عن وقوع العديد من حوادث سقوط الأبراج الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة ومتفرقة من العراق لأسباب أمنية، أي أنها تكون بفعل فاعل. عمال العراق بين الحزن والقلق والتوتر، وهذا ما جاء في مقال الكاتب جاسم الحلفي الذي قال فيه: العمال العراقيون هم بحسب نتائج استطلاع أجراه مركز جالوب العالمي من أكثر عمال العالم إحساسا بالحزن والقلق والتوتر، والنتائج أعلنت في تقرير نقلته وكالة أنباء عالمية وعراقية، وقد تناول المشاعر التي تنتاب العمال في جميع أنحاء العالم المشاركين في سوق العمل في عام 2021. وبين هذا التقرير أن العراق حصل في فقرة الحزن على 43% متقدما بذلك على جميع دول المنطقة، تلته إيران ب 42%. يجد المتابع للأوضاع المعيشية والحياتية للقطاعات غير المنظمة من الكادحين وأصحاب الدخل المحدود والفئات المعوزة والمهمشة، يجدهم يعانون من شظف العيش ما يضعهم تحت ضغط نفسي هائل لا مخرج منه ولا متنفس، نتيجة للأزمات العامة وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية للمواطن. المتعب من الفقر والعوز والحرمان وقلة الخدمات، إلى جانب القلق من الحاضر والخوف مما يضمره المستقبل بسبب فشل الحكومات في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية اجتماعية ذات جدوى، والتخبط في إدارة الدولة ومواجهة تأثيرات المحاصصة والفساد. ولا يبدو أن هناك أفقاً واعداً يمكن أن تأتي به طغمة الحكم، ولا أمل في تغيير يمكن أن تقدم عليه، ولا خطوة يمكن توقعها تمسح آثار الحزن وتبدد القلق وتخفف من حدة التوتر. وهكذا فلا رهان على المتنفذين على صعيد تحسين حياة المواطنين، وهم الذين أوصلوا الشعب إلى هذا الوضع الخطير. الشعب يبقى على الرغم من كل ما ذاق من مرارات، يبقى الوحيد القادر على إزاحة كل من شارك في صنع تعاسته وأصبح مصدراً لحزنه. فالقلق قد يدفع الإنسان في لحظة ما إلى الإبداع، وعدم المبالاة قد تتحول في الساعات الفارقة إلى سخط منظم، ويمكن لعدم الرضا أن يصبح فعلاً يزيح الظالمين. فثورة المحرومين السلمية إذا اندلعت لن يوقفها ساتر أو يصدها سياج أو يحبطها القمع الذي برعت السلطات الغاشمة في ممارسته، ولن تكسرها وسائل القهر التي يتفنن المستبدون في تنويع أشكالها. تختصر الطريقة الوحشية المروعة التي قتل بها الناشط الفلسطيني نزار بنات العقيدة التي يستند إليها جيش سلطة أوسلو. تكشف الجريمة عن تكتيكات الرعب الدموية الاستعمارية وعن حدود التحالف المقدس بين قوات الاحتلال ووكلائه المحليين.
فعلى غرار سائر التجارب الكولونيالية التقليدية تعمد القوى الاستعمارية تعمد في تكوين سلطة تسلطية استبدادية محلية تفتقر إلى السيادة والشرعية الوطنية، وتوفر لها أجهزة قمعية وأيديولوجية تعمل كوكيل للاحتلال مقابل منحها امتيازات حياتية ومالية، وذلك على حساب الشعب المحتل. وهذا ما جاء في مقال الكاتب حسن أبو هنية نشره موقع عربي 21. إن الذنب الذي اقترفه نزار بنات واستحق عليه عنفا مشهديا بدائيا هو أنه واصل دون كلل أو ملل نقد المنظومة التسلطية لوكلاء الاحتلال وإصراره على كشف التحالف المدنس بين الاحتلال والسلطوية وبنية الفساد الجامعة بينهما. فصورة المشهدية للقصاص السلطوي تعكس آليات عمل العنف التسلطي المسند كولونيالياً، ورغم ادعاءات السلطة أن هدف تأسيس الأجهزة الأمنية هو حماية الفلسطينيين، فقد فشلت المؤسسة الأمنية للسلطة منذ تأسيسها في حماية الفلسطينيين من الاحتلال العسكري الإسرائيلي، فبدلاً من تمكين الفلسطينيين من مقاومة هذا الاحتلال الذي هو سبب بؤسهم، ساهمت السلطة الفلسطينية بتجريم النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وبدلاً من الاعتراف بشرعية مقاومة الاحتلال تماهت السلطة الفلسطينية مع تصنيفات إسرائيل والمجتمع الدولي باعتبار المقاومة تمرداً يقوض الاستقرار ويهدد السلام، وهو خطاب يتماهى مع خطاب الحرب على الإرهاب الذي يجرم كافة أشكال المقاومة. عقب توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاتها حرصت السلطة الفلسطينية على التنسيق الأمني مع إسرائيل بقوة، وأدى ذلك إلى ضرب وتفكيك المقاومة في الأراضي المحتلة. وأضاف الكاتب: شهدت حقبة محمود عباس ظهار التنسيق الأمني وتناميا النزعة التسلطية، فقد ظل عباس معارضا بشكل مطلق للعمل المسلح ضد الاحتلال، ودافع بشراسة عن التعاون الأمني مع الكيان المسخ بوصفه مصلحة وطنية فلسطينية بغض النظر عن السلوك الصهيوني إزاء الفلسطينيين. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً لمراسلتها في بيروت كولي كورنيش عن جريمة قتل أحد المصرفيين العام الماضي من دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، مما أثار المخاوف من تكرارها. ويذكر التقرير بجريمة قتل المصرفي المخضرم أنطوان داغر في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، فلنتابع التفاصيل. تتمثل مهمة المصرفيين في هذه الوحدة في ضمان التزام المصرف والذي يعملون فيه بالقواعد المحلية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال أحد المصرفيين السابقين للصحيفة: إن هذا النوع من العمل في لبنان هو عمل محفوف بالمخاطر إذا قمت به بشكل صحيح، ولذلك لأن المخاطر كبيرة، لديك حزب الله، لديك سياسيون وعائلاتهم، ولديك إدارة مصارف فاسدة. وقالت آية مجذوب الباحثة المختصة بلبنان في هيومان رايتس ووتش للفاينانشال تايمز إن عدم قدرة القضاء والأمن على حل جرائم القتل أدى حقا إلى فقدان ثقة الناس بقدرتهم على حمايتهم، كما ذكر التقرير بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف جمال تراست بنك في عام 2019 بزعم مساعدة حزب الله وهو الآن قيد التصفية. وأضاف أن محافظ مصرف لبنان المركزي يخضع حاليا لتحقيقين أوروبيين بشأن غسيل الأموال والاختلاس، وسهل النقص الحاد في الدولار على المجرمين بحسب التقرير غسيل الأموال من خلال البنوك اليائسة للحصول على السيولة. أنطوان داغر هو أحد ضحايا البنوك إذن، وهو رئيس قسم الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال في بنك بيبلوس، وعثرت عليه زوجته جثة هامدة على الأرض بجوار سيارته بالقرب من منزلهم في بيروت، وكان قد طعن 5 مرات.
نشر صحيفة ديلي تلغراف تقريرا بعنوان أفغانستان فرنسا خروج إيمانويل ماكرون من مالي زاد من هجمات الجهادين. بهذا العنوان الذي أكدت فيه أنا وبوجول مازيني أكدت فيه أن بوجول مازيني أن الجماعات الجهادية زادت من هجماتها في منطقة الساحل الإفريقي في وقت تتحضر فيه وتتهيأ فرنسا لإخراج ما يقارب 5000 من جنودها في المنطقة التي تشهد نزاعا متواصلا، وأطلق على التورط الفرنسي فيها اسم أفغانستان فرنسا. دفعت التطورات الأخيرة الرئيس ماكرون للإعلان في 10 حزيران/يونيو أن العملية العسكرية برخان ونشر من أجلها 5000 جندي وتمتد على تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو تقترب من نهايتها. وفي مؤتمر صحفي قبل انعقاد قمة الدول السبع في بريطانيا قال بدأنا بعملية تحول كبيرة لوجودنا، وقال إن شكل وجودنا في العالم الخارجي لم يعد متناسبا مع واقع القتال. وكانت فرنسا قد أرسلت في عام 2013 قواتها إلى مالي لمواجهة الجماعات الجهادية التي هددت بالسيطرة على العاصمة باماكو، وبعد ثورة الطوارق في شمال البلاد، وتم الترحيب بالجنود الفرنسيين على أنهم جاءوا لإنقاذ البلاد. وبعد 8 أعوام زاد الحنق من التدخل الفرنسي في منطقة الساحل وفرنسا نفسها، واندلعت التظاهرات في شوارع العاصمة باماكو مطالبة بخروج الفرنسيين ومرحبة باللاعب الجديد في المنطقة روسيا. ودعا قائد الجيش الفرنسي السابق الجنرال فرانسوا ليكونتير إلى أن يكون الانسحاب ذكيا حتى لا يأتي الروس والصينيون ويحتلوا الفراغ الذي سنتركه. وتعد أفغانستان فرنسا حربا لا نهائية ولا يمكن الانتصار بها، ويخسر فيها الجنود أرواحهم من دون أن يكون هناك أثر إيجابي على السكان المدنيين. واتهمت القوات الفرنسية اتهمت بقتل المدنيين بمن فيهم 22 شخصا قتلوا بغارة جوية لحفل زفاف وسط مالي في كانون 2 يناير. أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لا تمتلك تفسيرا محددا لظاهرة مشاهدات الأطباق الطائرة المتكررة بالعشرات من الجنود والأفراد العاملين في الجيش الأمريكي. وخلص تقرير لوزارة الدفاع أنه من بين 144 مشاهدة لأجسام طائرة غير محددة الهوية منذ عام 2004 لا يوجد أي تفسير إلا لمشاهدة واحدة فقط، ولا يوجد دليل على أن هذه الأجسام الطائرة من خارج كوكب الأرض. وطالب الكونغرس بإنجاز التقرير بعد عدة بلاغات من الجيش الأمريكي بشأن مشاهدات أجسام طائرة فائقة السرعة في السماء. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلتقيكم بإذنه تعالى غدا في صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.